وقعت الحاجة سعدية عبد السلام واللي كانت ضحية للأسف للعمرة المزيفة لما جارها عبد الله أقنعها بتبرع شخص سعودي بعمرة ل15 فرد، المفروض إن هي كانت أحد الأفراد ال15 دول، وأرسل معاها بعت معاها شنطة علشان توصلها للمتبرع. أثناء التفتيش للأسف في المطار اكتشفوا طبعا إن الشنطة دي فيها أقراص مخدرة، وطبعا ألقي القبض على هذه الحاجة، الحاجة سعدية. جديد النهاردة أن الحاجة سعدية ضحية العمرة المزيفة اللي بنتكلم عنها رجعت بالفعل للقاهرة، وده وفقا للقنصلية العامة في جدة. طبعا بعد إثبات براءتها من التهمة والمشكلة اللي حصلت لها بسبب الأقراص المخدرة اللي كانت موجودة في الشنطة اللي معها، القنصل العام المصري في جدة السفير حازم رمضان قال إن القنصلية أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، وده في بيان طبعا، وإن السلطات السعودية حفظت القضية بعد ما تمكنت الجهات الرسمية في مصر والسعودية كمان وبالأخص الأجهزة النيابية العامة في البلدين من التحقيق وعرفوا الحقيقة ووصلوا لها بسهولة الحمد لله وأنهوا هذه القضية.